إذا كانت ورزازات بوابة للصحراء بطرقها المؤدية إلى مدن زاجورة والرشيدية وأرفود، فهي أيضا نقطة انطلاق نحو الجبال المحيطة بها، جبال الأطلس الكبير شمالا والأطلس الصغير جنوبا. بذلك فهي تقدم إحساسا هائلا بتغير الطبيعة في تجلياتها المتعددة، وتجسد تاريخا عريقا ظل مغمورا بسبب ندرة المصادر. ورزازات كلمة أمازيغية مشكلة من كلمتين، هي ور وززات، ور تعني عديم، ززات بمعنى الفوضى والصراعات. مدينة ورزازات مدينة معروفة بالسينما بالخصوص والسياحة، تاريخها حديث نسبيا، يرتبط بالظاهرة الاستعمارية، مرتبط بالاستعمار، ولكن ورزازات كإنسان وكمجال معروفة منذ القدم. دليل على ذلك وجود الكثير من الغارات، من المغارات في ضواحي المدينة بالخصوص المنطقة الشمالية قرب المطار. تاريخ الإشكال الذي يطرح بخصوص تاريخ ورزازات أنه تاريخ قبائل بالخصوص، هو تاريخ شفوي غير مدون، تاريخ غير مدون. حتى الإشارات القليلة التي نجدها في المصادر التاريخية والمبتوتة في المصادر التاريخية المختلفة حول ورزازات مرتبطة بالخصوص بالمنطقة ديال درعا. عبر وادي درعا وواحات تدغى ودادس وتزنتيشكا، لعبت ورزازات طيلة تاريخها الطويل دور المركز الهام والمعبر الأساسي لتجارة القوافل. لذا فقد عمدت كل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب الأقصى إلى مد نفوذها نحو المنطقة، بداية من عهد الأدارسة وحتى العلويين. كما شكلت ورزازات منذ القدم مجالا التقت فيه عدة مجموعات بشرية من إثنيات مختلفة. مدينة ورزازات عبارة عن ثلاث قرى، القرية ديال تغرمت نقلال في الشمال على ضفاف نهر ورزازات، تليها القرية ديال سيدي داود، ثم القرية ديال طمغزاست. هاد ثلاثة ديال القرى هما الأصل ديال مدينة ورزازات، بينما ورزازات الحالية كمدينة كانت في البداية عبارة عن تكنة عسكرية لجيش الاحتلال. القبائل اللي هي كان اشهر القبائل اللي عندك منطقه ورزازات كله، طلع المنطقه يعني القبائل اللي توزكيت تلقى اتحاديه مقور بزاف، تلقى سيليان يعني 17 قبيله ما 18 قبيله، تلقى القبيله القبائل اللي مغران، القبائل اللي تسدرات، القبائل اللي تنغير، القبائل اللي تعطى، القبائل اللي تمرغاد يتحديد الدو، القبائل ونيلن الى تيوراسين، القبائل نتمداخ تيت بن حدو، القبائل تيزكينو زاليم تيديلي، القبائل طمرات، القبائل طمسطين، القبائل نيت واغردا، ماسين يخزامن، ايت مغليف، ايت قلا، يزناقن. اذا التشكيله الاقليم ورزات تبارك الله كان الاقليم يتجمع عند المجموعه القبائل كوتنت بزاف، داس سنتين التاريخ كان تاريخ عريق واصيل. تنحدر ساكنة ورزازات من أصول أمازيغية وعربية وإفريقية سوداء، وبسبب مداخلهم الهزيلة المعتمدة خاصة على الفلاحة، أخذت الأسر تبحث عن مداخل إضافية تأتي في الغالب من هجرة أحد أفرادها داخل المغرب أو خارجه، حيث نجد أن نسبة 80% من الأسر تضم على الأقل شخصا مهاجرا داخل كل أسرة. ورغم التناقص الذي عرفه الإقليم في عدد السكان الأصليين الذين يتشكلون في غالبيتهم من الأمازيغ، والذين أصبح عددهم لا يتعدى 14% من مجموع الساكنة، فإنه بالمقابل عرف تزايدا ديموغرافيا سريعا بسبب الهجرات المتوالية إليه نتيجة ازدهار السياحة وظهور الصناعة السينمائية. المواريد المحلية، الاقتصاد المحلي موت والوت. اذا مدن هازر دانس الدخله، دانس طنطان، دانس العيون، دانس وكادير، دان يتباها تالو، دان تخدم الكريدي، تخدم دي يقازونا كريدي، دي يبنو كري يخدم كرفيرمات كري يخدم. المهم الاهم اللي ساهم لك الاقتصاد ورزازات هو الموارد الخارجيه. يقدر عدد سكان إقليم ورزازات بحوالي 500 نسمة متوزعة على نحو 85 ألف عائلة، يشتغل معظمهم بالفلاحة،
مع أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة لا تمثل إلا 1.2% من مجموع المساحة الكلية للإقليم. من أهم الأنشطة الاقتصادية الموجودة في ورزات وفي الإقليم ديال ورزات بصفة عامة، هناك نشاط ديال الفلاحة. هي بطبيعة الحال أنشطة فلاحية بسيطة مرتبطة بالخصوص بالفلاحة التقليدية اللي تتوفر الاكتفاء الذاتي للأسر لكونها ممارسة في غالب الأحيان في المناطق على ضفاف الأنهار بالخصوص وفي بعض الواحات، وبالتالي المردودية هي مردودية متواضعة تلبي الحاجيات ديال الأسر، تسويق ديالها قليل، هذا إذا باستثناء التمر. لا تنتكلموا على التمر، على بعض الغلات الأخرى بحال اللوز هذا يسوق، بينما البقية ديال المنتوجات لا تكفي الحاجيات الذاتية للأسر. لمواجهة النمو الديمغرافي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، أولى المغرب عناية قصوى للقطاع الفلاحي، ولا أدل على ذلك أكثر من المنجزات التي تحققت في هذا المجال من استصلاح للأراضي وتموين التعاونيات الفلاحية وبناء السدود لخزن المياه وتوليد الطاقة. الفلاح لا درس الاهتمام ديت خدام ريت صبار مغرطلس قال فيه لحق الجني أدغطان النفقات نسند غطان يعني المطالب نسند المتطلبات المعيشة وريمكين وفلاح ورسلت ورغي يغطى كل شيء النفقات ولا ولكن لابد من الموارد كذا تتعاون ورده ونس كذا تتعاون يندرس غلطيل يعني يخدم مثلا كموظف يعني يخدم كالإدارة يعني يخدم كران الشركة وخان المعادين اللي لان غوار الزات مثلا أهمن مثلا زند جيميني مثلا اللي يوض فيها العدد مدن زي مدر يوض فيها العدد مدن مثلا مثلا اللي غلا الذهب كتبيت كذلك واللي النحاس قلبي دا وتيقين لما نجي من النحاس. ولكن يعني الإنسان مكنا داز حصة أن في الحقيقة أغلب العائلات بورزات فقيرة جدا جدا. يعلو إقليم ورزازات عن سطح البحر بنحو 1136 مترا، ويسوده مناخ شبه جاف إلى جاف، مما يجعل التبخر به شديدا 100 ملمتر سنويا. ويساهم سد المنصور الذهبي المقام على وادي درعة والذي تبلغ سعته 560 مليون متر مكعب في رأي الكثير من الأراضي وتعديل النقص المترتب عن الجفاف والتبخر. يعتبر معدل التساقطات بالإقليم جد ضئيل حيث لا يتعدى 150 ملمترا سنويا. إن جفاف المناخ وعواقبه الهيدرولوجية إضافة إلى العوامل الجغرافية الجيولوجية تشكب مباشرا في تناقص كمية المياه بالمنطقة وزيادة ملوحتها وبالتالي إلى الحد من جودتها. وتنذر العقود القديمة بتفاقم هذا المشكل نظرا لتزايد الحاجيات السوسيو اقتصادية للمنطقة واستفحال التصحر والتلوث والجفاف. يشكل إقليم ورزازات مجالا غنيا بمؤهلاته الطاقية المتنوعة ومآثره المعمارية المتماثلة في البناءات الطينية والقصبات. إن تقنية البناء بالطرق الطين تعود إلى آلاف السنين، قد اختفى معظمها في كثير من البلدان، لكنها بهذه الأرض استطاعت قاوم الزمن لقرون عديدة. وأمريد وتغزوت وغيرها لا تزال قل شاهدة على تاريخي المنطقة.
مدينة ورزات مرتبطة بظرفية تاريخية معينة، هي اللي انتجت هذا النمط. الظرفية التاريخية تتميز بانعدام الأمن بوجود نوع من السيبة، وبالتالي كانت قبائل أو أسر كبيرة ممتدة تتسكن فتوفر لها الأمن. هذا جانب ديال الأمن، بمعنى أن انعدام الأمن والفترة ديال السيبة أثرت حتى على النمط ديال العمران اللي كان سائد في المنطقة ديال ورزات. بطبيعة الحال هذا النمط هذا العمراني موجود في جميع المناطق الجنوبية الشرقية ديال المغرب، ربما من الواحة ديال الضرعة حتى السفوح الجنوبية ديال الأطلس الكبير، الجنوبية الشرقية ديال الأطلس الكبير. من أشهر قصبات ورزازات قصبة تاوريرتا الواقعة وسط المدينة. استمدت هذه القصبة تسميتها من الكلمة الأمازيغية التي تعني التل أو المرتفع. حسب بعض الروايات الشفوية يعتبر المكان من أقدم التجمعات السكنية بالمنطقة، إلا أن اسم قصبة توريرت ارتبط باسم أسرة الجلاوي منذ أن حصنها جدهم الأكبر محمد إبيبط لتلعب دورا مزدوجا حمائيا وسكنيا. كانت القصبة بسبب الظروف السياسية المتردية التي تعيشها المنطقة تمثل إلى جانب السكن برجا لمراقبة تحركات القبائل، وكذا القوافل التجارية المتنقلة بين واحات ضرعة وورزازات وتدغى ودادس. في عهد الحسن الأول أصبحت هذه القصبة مقرا للخليفة المدني الجلاوي الذي عينه السلطان على ورزازات وتافيلالت مكافأة له على الخدمات التي قدمها آل الجلاوي لحركة السلطان سنة 1894 أثناء مرورها بالمنطقة وسط عاصفة ثلجية. مع تصاعد نفوذ المدني الجلاوي خلال السنوات اللاحقة عين المدني أخاه حمادي خليفة له بقصبة توريرت، وعين ابن أخيه حمو خليفة للمخزن على الجنوب كله. بعد تراجع نفوذ الجلاوي بهذه المناطق حلت القوات الفرنسية بورزازات سنة 1928 فأقامت بها حامية عسكرية ومطارا ومركزا للشؤون الأهلية، فتحولت بذلك ورزازات إلى قطب أساسي من أجل احتلال واحات الجنوب. فرضت محدودية الإمكانيات على الصانع الورزازي الاعتماد في بناء هذه المعلمة على وسائل محلية بسيطة، فبواسطة الطين والقش وجذوع النخل استطاع أن يخلق تحفة معمارية رائعة قاومت الزمن لعقود طويلة. ضمن هذا الصانع المبدع بناياته أشكالا هندسية متنوعة وزخارف فنية مختلفة اعتمد في تلوينها على مواد صبغية طبيعية كمح البيض والزعفران. ليست قصبة توريرت وحيدة ورزازات، بل هناك مثيلات لا تقل عنها أهمية، وما هذه القصبة إلا واحدة من نماذج كثيرة يزخر بها الإقليم ينم بناؤها عن ذوق بديع وهندسة معمارية رفيعة. على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب مدينة ورزازات وبمكان مطل على وادي أونيلا حيث مجرى أسيف مرغن أو الوادي المالح نموذج آخر للمعمار الذي شيد الإنسان معالمه من تراب. فوق مساحة تبلغ حوالي 1300 متر مربع ووسط حقول مخضرة يقف قصر ابن حدو شامخا يصارع الدهر ويتحدى الزمان ليحكي تاريخا عريقا ممتدا لعدة قرون. شيد قصر ايت بن حدو خلال القرن الثامن عشر الميلادي في قرية ايت بن حدو التي استمد منها اسمه، لكن بعض آثاره ترجع تاريخ بنائه أول الأمر إلى العهد المرابطي خلال القرن الحادي عشر الميلادي. فيديكا
دوزنت للقصبة نيت من حدو كي تقيتو قوي نكي ويسن غيدة ديك الأصلين السلاليين والجدي هو بن حدو تسميت انت مزيرت هاتي الجدين وين تسمى فنيت فنت ايه السلاليين بن حدو تاريخي كتين قيس بن حدو قال خليفني يوسف متاشفين يحكم على المنطقة يا درس تنين تزيلي ووزقيت قبل نورتا اللي ورززت رستني المنطقة يا ووزقيت يقيس بن حدو الخليفة يوسف متاشفين العهد المرابطين وفتات اللي ورززت وفتات اللي ورززت رستني المنطقة كله ندرارنا بووزقيت ووزقيت ووزقيت يقيس الخليفة يبقى بقى درس الخلايف من المدة من العهد يوسف متاشفين المدة محمد الخامس تتجلى أهمية هذا القصر فيما يمثله من إرث ثقافي وحضاري قيم يتميز بتقنيات بنائية خاصة وبكونه نموذج للبنايات التي تشتهر بها المناطق شبه الصحراوية في الشمال الإفريقي. الحوايج الكريتيزي اللي أرقيس التراسنت القافلة تغري القافلة غدي تكا الغرب تردي تاوي يقاين الصحراء ارتنسا القصبة غدي واش كان دايت الصحراء داوي نتمزين غ الغرب ارنسا نغدي الزنزاني قاينة وين تمزين وين دادي تاوي نتمزين الزنزن تنين القبل تاوي ندي قاين الصحراء زاكورا اي تمسا يغرانا تكنتا فيلال تدانسا نغدي اي تفيلال تيغرانا مسا دانسا نغدي غير اللي كان زلات قديمت غير نفقيس الا من حدو يكاكيس الحكم قابلت الملك يوسف متاشفين إن اهتمام السينمائيين وعلماء الآثار والسياح بهذه المعلمة التاريخية جعلها تحظى برعاية منظمة اليونسكو التي ضمتها إلى قائمة التراث العالمي. منذ أن تم ضمه إلى التراث العالمي الإنساني سنة 1987 عرف قصوة بن حدو وبدعم من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع عديدة تتمثل في ترميم أبراجه وواجهاته. وسوف تشمل عملية الترميم المنتظرة هذه أروقته ومسجده إضافة إلى ترصيف أزقته وتشييد بنايات سياحية حوله لينتعش اقتصاده واقتصاد أهاليه. هذه الأعمال قد تستغرق وقتا طويلا لما تتطلبه من جهد جهيد ودقة لا متناهية حرصا على احترام تفاصيل القصر المعمارية. وبالرغم من وضعه كتراث ذي قيمة عالية وإمكانيات كثيرة يعرف القصر تحولات عدة تتلخص في هجرة السكان المتواصلة من المنطقة واستقرارهم بالضفة اليسرى للنهر تاركين القصر عرضة للدمار والخراب. فساكنة الموقع اليوم لا تتعدى 800 نسمة تعيش أغلبها خارج القصر بينما لا تعيش داخله إلا نحو 10 عائلات فقط. أما سندغيك العائلة تتكلوا فغندقيت بن حدو دون تسجين واسيف زدغندقيس باش تزدغند قوة ماس لقيل القدرون باش ينتعج انتعج شنك الحركة تنسن سكرنا الريستورات سكرنا المأوي يعني السياح باش تعيشن. لماذا؟ لأن المنطقة فقيرة ورلين الإمكانيات ورلين المردودية ورلين اللي ما استعوان نيخ فنسن. إذن أشكان تسجيل قدرون الزغنقيس أو خدت طلب السلطات المعنية باش تغون صدوار نسن ولكن ورلين قندرت وللي ومن وللي الضو. إذا ما مسألة الدغون مسألة الدغون يخسى الإمكانيات الساكنة يقصدوا فرط يمكن الاستقرار باش يمكن الاستقرار باش ينتعش جوجل سونس ينتعش الداخل نس باش يعيش لأنه هو الإنسان الإنسان يخسى تعيش العيشة الكريمة. فهل ترجع الأهالي يوما إلى الديار؟
وهل يعود القصر إلى ما كان عليه من عمار؟